وصلنا لمساحتنا النفسية والصحة النفسية اليوم. أكيد نرمين، يعني من شوي كنا عم نحكي عن الصحة، صحة جسمنا قديش مهمة، كمان بالإضافة لجسمنا نفسيتنا لازم تكون مهمة حتى نضعف، لحتى تحلى أيامنا وتحلى حياتنا. يعني رح نحكي عن أهمية الصحة النفسية أكثر مع داليا جبارة، أخصائية إرشاد، داليدا عفوا، داليدا جبارة أخصائية إرشاد نفسي. أهلا وسهلا فيكي، أهلا اسمك وسهلا كثير فيكي. حلو سريع يعني. أهلا وسهلا أهلا فيكي، وسهلا داليدا، أنتي الحلوة، شكرا سعد كثير. صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يعني بظل الأوضاع اللي عم نعيشها والضغوطات، خلينا هيك بالعنوان العريض فورا أكيد. نتعرف على موضوع الصحة النفسية مفهومها وأهميتها. الصحة النفسية هي حالة من الرفاهية النفسية اللي بيسعى فيها الفرد للوصول للتوافق النفسي، للاتزان الانفعالي، بيحقق فيها بيسعى الفرد لتحقيق ذاته دائما، تحقيق ذاته، تحقيق متطلباته ضمن مجاله وضمن مجتمعه. إضافة لهالشيء إلها هي تعريفين، شيء من الناحية بنقول تعريف سلبي وتعريف إيجابي. التعريف السلبي اللي هي خلو الجسم أو خلو الشخص من الاضطرابات ومن أعراض الاضطرابات مثل خلوه من الاكتئاب أو من القلق أو أو أو، تمام؟ ومن الناحية الإيجابية هي تحقيق الفرد لذاته، تحقيق الفرد لإمكانياته ضمن مجتمعه ووصوله لشيء من الاتزان الانفعالي. تمام، يعني عم نشوف الصحة النفسية هلا شوي متضعضعة وخاصة ضمن العيلة ضمن الأسرة. اليوم قديش مهم إنه نحن نعرف من انعكاس الصحة النفسية على الإنسان، تمام، بعدين على عائلته الصغيرة، بعدين على المجتمع، ماشي، على بالشغل، بعلاقته برفقاته، بعيلته الكبيرة أيضا. خلينا نحكي عن هاي النقطة اليوم، علاقات قديش مهمة إنه تكون ناجحة بوقت بتكون الصحة النفسية صحيحة. الصحة النفسية مهمة، هذا الأمر لا شك فيه، بتشمل كل مؤسسات المجتمع. بنبدأ من الأسرة، وقبل ما تتكون الأسرة من الزوجين. لما يكون في زوجين عندهم صحة نفسية بيخلقوا جو لحتى ينمو الطفل أو ينجبوا أطفال صحيحين نفسياً وسليمين ومتماسكين ومتينين، وبالتالي بدأ ينتقل الأطفال من البيئة من الأسرة للمؤسسة الثانية اللي هي المدرسة، تمام، وبعدها بينتقل لبيئة العمل وهكذا. فالصحة النفسية جدا مهمة لأنه بتنتقل من مؤسسة لمؤسسة لمؤسسة أخرى، وخاصة بتكون مركزة أهميتها على الأسرة وخاصة قبل إنجاب الأطفال. تمام، طيب خلينا هيك نحكي شوي عملي بناء على معطيات الموجوده نحن هلا بالمجتمع السوري. كل فرد اليوم عم يعاني من ضغوطات معينه ومختلفه، هي الضغوطات نتيجه عده اسباب. شخص حابب عم يعاني بالعمل، من الاسره، بالوضع الاجتماعي، وحتى على الصعيد النفسي. بدنا نوصل لحاله من الصحه النفسيه، اليوم من وين بنبلش؟ وين اول خطوه؟ وكيف بنمشي بهي المراحل لنوصل لهي المرحله اذا بدنا نقول من الراحه او الحاله المثاليه؟ هلا بدنا نحكي اكثر شيء على انه نحن من وين نبدا؟ بنبدا علاقاتنا ضمن الاسره، انا كيف اقدر ربي اولادي على كيف اقدر ربي اولادي على الصراحه، على التفاهم، على انه يجوا يحكوا لي، هي اول شيء. هي بناء بداية بالأسرة، ننتقل لبيئة المدرسة وطريقة تعامله مع أصدقائه، مع أقرانه، مين هو يستقبل، مين هو يجتمع، مع مين يجتمع، مين من أقرانه ورفقاته يصاحب، كيف هو يقدر يجي يحكي لي من المدرسة شو صاير معه، أنا كيف أتقبله أتفهمه. كثير من الأمهات ومن الأهالي بتلاقيهم بيعاقبوا أولادهم على السلوكيات والتصرفات طبيعية بالنسبة لعمرهم، فأنا كيف أتقبل ابني وكيف أقدر أتواصل معه طريقة صحيحة. تمام، يعني كمان هون خلينا هيك نحكي طريقة تنفيس الطاقة السلبية اللي موجودة وخاصة يمكن لدى الأم، لدى الأب، لحتى ما ينقلها. يعني نحن من في الصباح كيف لازم نتعامل هيك بقلب البيت، لما نروح على شغلنا كيف، كمان وقت نرجع على البيت نفصل بين ضغوطات الحياة، ضغوطات العمل، ضغوطات الحياة الصعبة، الوضع الاقتصادي الصعب، تأمين المستلزمات المعيشية الصعبة، كيف نحن لازم هيك نعمل كنترول انه نحن نفرغ هذا الشيء برات البيت تماما ونكون بقلب البيت اصحاء نفسيين مع اطفالنا خاصة. هلا
كثير عم نسمع وكثير عم نمر بمواقف مضغوط نفسيا، متوتر، متضايق، راسي عم يوجعني كثير، كثير عم تسمعي هي الاقاويل برا، تمام؟ فهي استجابتنا نحن للاحداث اليوميه هي الضغوط النفسيه، هي هي الضغوط النفسية والتراكمات اللي نحن تراكمات لمشاكل ما عم نقدر نحن نتعامل معها بطريقة صحيحة. فمثل مثل كاسة المي لما انت بتكبي عليها شوية مي مي مي، شو بيصير لها؟ بتصير تطفطف وبتصير تنضغط يعني، تماما. وهي نحن كيف نحن لازم نقدر نخفف من الضغط النفسي اللي عنا، هي احكيها هلا. ايه طبعا، تماما. الضغط النفسي اللي بس خلينا نحكي شيء عملي، تماما. كيف فينا نخفف من الضغط النفسي اللي عنا؟ هلا الصحة النفسية مثل ما بتعرف هي كل متكامل، جسدي، نفسي، روحي، ثقافي، اجتماعي. فأنا أول شيء بدي أتقرى، أول شيء بدي صحتي الجسدية بدي أنتبه عليها، مارس الرياضة، مارس الاسترخاء، التأمل، المشي، المشي بغرض المشي، المشي بهدف المشي، مو أنا طالعة على شغلي وعندي طريق طويل فأنا قلت إنه أنا اليوم طلعت مشيت نص ساعة، لا، هو الهدف يعني المشي لحتى انا وعلى جسمي، انت عم تمشي. تماما، وعلى جسمي وعلى طريقه تنفسي الشهيق الزفير كيف عم يطلع، طريقه مشيتي، مو اطلع حوالي على الاسعار، اطلع على يمكن اتلاقى بشخص ما احبه او انا ماني على الفه معه، فهون يزيد عندي الضغط النفسي. الاستحمام، الرقص، من الناحية الجسدية كتير بيخفف وبيعطي صحة نفسية جيدة من الناحية الجسدية. من الناحية الاجتماعية أنا كيف عزز علاقاتي، علاقاتي الاجتماعية، وهلأ شفتوا بسبب وسائل التواصل الاجتماعي اللي كتير خفت العلاقات الاجتماعية، فأنا كيف عززها، كيف خطط ونظم لزيارات منزلية، لرحلات جماعية. من الناحية الثقافية عن التنفيس الانفعالي والتعبير عن طريق الفن والرسم أو عن طريق التلوين أو عن طريق الـ 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 القراءة والاطلاع، تمام؟ أو أنا مارس أشياء أنا بحبها، أنا بفضلها، مو أعمل شيء لغيري، أنا شو بحب، أو على ذاتي. هي بداية بالتعريف نحن حكينا، أنا كيف بدي أو على ذاتي وأعرف شو هي إمكانياتي، شو هي قدراتي، وأقدر أني نميها وطورها لحتى أكون بصحة نفسية جيدة. من الناحية المهنية أنا كيف أقدر نظم وقتي بالشغل؟ أحياناً كثير بسبب ضغوطات العمل والوقت المانو متناسب مع الوقت المانو متناسب مع العمل، مع كمية متطلبات العمل، بجيب معي شغل على البيت، فأنا هون ما أبو على حالي، أنا بس بدي أنجز بالشغل وبدي أرقد وأسعى لحتى أتفوق بعملي، بس أنا هون بكون عم بنضغط نفسياً، عم يروح شيء على حساب صحتي وبيتي والمسؤوليات الثانية اللي أنا مترقى. فأنا هون نظم وقتي، نظم وخطة مهنياً للشيء اللي أنا مستلمته. ثانياً من الناحية الدينية، من الناحية الروحية، أنا بتواصل مع الخالق مهما كانت الديانة اللي أنا بكون فيها، التراتيل الدينية، الاستماع للموسيقى، الاستماع لممارسة الطقوس الدينية على اختلاف أي دين. فهي كلياتها هي بنرجع لها، هي صحة نفسية، هي كل متكامل. نحن بعلم النفس أو من إلا بنسميها بالعجلة، العجلة النفسية، اللي هي ما فينك أنت تقولي أنا صحيحة نفسياً لأني أنا ما عندي أمراض جسدية أبداً. فهي كل متكامل بيتبع بعضه، لازم نكون جسدياً واجتماعياً وروحياً ثقافياً ومهنياً نحن ماشيين بصحة نفسية جيدة ومنظمين وقتنا صح. تمام. طيب حالة الصحة النفسية اليوم، نحن قادر الفرد يوصل إلى بمفرده ولا لا؟ هو بحاجة يكون معه شريك، بحاجة يكون معه مثلاً أخ مقرب، صديق إلى آخره. طبعا هي الصحة النفسية بتشمل كل مؤسسات المجتمع اللي نحن عايشين فيها. فينك انت تأدي لحالك وتعيشي نحن ضمن مجتمع، تمام؟ فأنا اختار وانتقي أصدقاء صح، اختار أصدقاء. كتير عنا في شيء اسمه بعلم النفس العدوى الانفعالية. شو يعني العدوى الانفعالية؟ انت بتقعدي مع الشخص بتكوني انت كتير منيحة ومرتاحة، بعد شوي بصير يوجعك راسك، ليش؟ من كتر ما بيحكي او بيحكي بطريقة سلبية، ومن كتر ما بينه وبيشكي، تماما. فانت هون بتنتقلك، بتحسي انه راسه عم يوجع، راسك صار يوجعك، تماما، مثل العدوى الجسدية. فأنا أعرف انتقي أصدقائي صح، أعرف أعبر صح، أعرف كيف لبي احتياجاتي بطريقة سوية ضمن متطلبات المجتمع اللي هلأ بتحسيها كتير صعبة. طيب
احيانا ممكن تكون هاي البيئه اللي حوالينا هي كثير سلبيه، بالاهل مثلا في بالاسره كثير مشاكل، على صعيد العمل في كثير مشاكل، وانا ماني قادر لحالي حل كل شيء، كيف فيني مثلا عم بحكي مثلا على صعيد اليوم، طبعا. كل يوم لاقي مساحه صغيره لحتى فرغ هاي الطاقات السلبيه وحاول اوصل لهيك مرحله من التوازن نفسي. هلا اذا كان في عندنا مشاكل ضمن الاسره وانا ماني قادر اتواصل مع شخص صح، او انا ما عم اقدر اعبر عن مشاكلي او عن احتياجاتي بطريقه صح، فانا شو بعمل؟ هلا نحن عندنا العلاج النفسي والطب النفسي، فيني استشير اختصاصي نفسي، معالج نفسي، بنقدر انا وياه نوصل لطريقه تساعدني على التخفيف من الضغط اللي عندي او حل المشاكل اللي انا موجوده عندي. تماما، نحن كثير بدنا نتشكرك. شكرا كثير لك داليدا، واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكي. شكرا كثير لك.